دعم سخي تقدمه دولة الكويت للأشقاء في اليمن، ويعد القطاع التعليمي أحد أولويات هذا الدعم، والذي تأثر كثيرا أكيد في الصراع الدائر هناك. وقد تمثل هذا الدعم بتكفل دولة الكويت ببناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الأحج. نعم، هذه المبادرة تعد غيظا من فيض عطاءات دولة الكويت، مركز العمل الإنساني لأشقائنا في اليمن الذي يعيش تحت وطأة الحرب، ما أثر سلبا على جميع مناحي الحياة هناك. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. دعم كبير تقدمه دولة الكويت للأشقاء في اليمن، وخصوصا في القطاع التعليمي والذي عانى لفترة طويلة من الإهمال، ناهيك عما أحدثه الصراع الدائر في البلاد منذ نحو أكثر من عامين. مدارس دمرت وجامعات أسقطت على رؤوس الطلاب، ها هي دولة الكويت تثبت مجددا أن القطاع التعليمي في اليمن أحد أولويات الدعم من خلال حملة الكويت لجانبكم، بدعم مباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي تمثل اليوم بتدشين افتتاح مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل وفد كويتي إغاثي رفيع المستوى في محافظة الأحج. طلعنا على الأطفال المرضى بالداون والتوحد والأمراض الأخرى، والحمد لله يعني اللي قولهم مكان يعني يحتويهم، وسعيدين جدا بهذا الدعم لهم، وما زالوا محتاجين إلى مزيد من الدعم. إن شاء الله احنا الله يقدرنا ونساعدهم مزيد إن شاء الله. يبقى سخاء الدعم الكويتي هو ذاك الذي يميز دولة الكويت بما تقدمه من معونات ومساعدات ومشاريع خدمية خيرية. محافظة الأحج والتي تعد واحدة من المحافظات التي لم تعطى حقها وإهمال مواطنيها، لكن دولة الكويت ويدها البيضاء امتدت إليها بمشروع تأهيل القطاع التعليمي حرصا منها على الحصول على إيجاد جودة تعليم مناسبة. طبعا هذه إنجازات كبيرة قدمتها الهيئة الكويتية، وكذلك الوفد الكويتي يعتبر حاجة ليشرف على ما قدمه، ونحن بدورنا في محافظة قدمنا مصفى من الطلبات سنناقشها مع الوفد الكويتي إن شاء الله مستقبلا، ومن خلال كلامنا معهم وعدونا أنهم بيعملون على تضليل بعض الصعاب في المحافظة. اهتمام كبير ودعم أكبر لمشاريع تأهيل القطاع التعليمي في المحافظات اليمنية التي عانت كثيرا في هذا القطاع الهام، والذي لم يكن الأول من نوعه، بل سبقته مشاريع عدة في كافة المحافظات اليمنية. مشاريع كبرى تقدمها دولة الكويت هنا في محافظة الأحج تمثلت في دعم القطاع المائي والقطاع التعليمي، والتي تمثلت اليوم بافتتاح مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة هنا في محافظة الأحج. مروى النبيل لتلفزيون